السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل عصير الرمان. في 3 طرق لعصير الرمان. الطريقه العاديه التقليديه جدا اللي هي انا بجيبه وبغسله وبقشره وفصصه، وبعد كده بضيف عليه السكر حسب الرغبه زي ما انت عاوزاه، وبعدين بسيبه في الثلاجه لغايه ما ينزل اللون بتاعه والشربات بتاعه، بيتاكل كده. الطريقه الثانيه باخده بضربه في الخلاط بميه وسكر برضو حسب الرغبه، وبعد كده بصفيه واخد الميه بتاعته، ودي تبقى العصير. والطريقه الثالثه باخد حبات الرمان بعد ما انا فصصتها بضربها في الخلاط بدون ميه، واخد السائل اللي طلع ده بصفيه كويس قوي، وبعدين برفعه على النار بقعد اغلي فيه لغايه ما يتركز خالص، وبعدين بحليه، وبعدين باخده ابرده واشيله في برطمان او ازازه في الثلاجه، بيبقى عامل زي الشربات بالظبط، هي نفس فكره الشربات. وباخده بحليه، هو اتحلى خلاص كده طبيعي، واشيله في التلاجة، ولما بعوز بحط من المركز ده على كوباية مية. فان شاء الله انا هوريك الطريقة اللي هي في الخلاط، فان شاء الله انا هاخده هضربه دلوقتي بالمية والسكر واصفيه، وبعدين هوريك ان شاء الله العصير. ده شكل العصير بعد ما انا ضربته في الخلاط وصفيته كويس قوي، ما بزودلوش المية كتير عشان ما يبقاش خفيف. بضغط عليه كده بحيث اخد العصاره كلها ومعاه برضو الالياف بتاعته، ما تبقاليش بس غير البذره، يعني انا بصفيه كويس قوي. اضغط عليه في المصفه كده اهو، باخد لو تلاحظي اهو باخد الالياف بتاعته اهي، احطها كده. ده بيبقى شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. هصب في الكوبايه اهو. بسم الله اهو. ده بيبقى شكله بالظبط. عصير طبيعي في البيت عاملاه بايديكي احلى 100 مرة من المعلب اللي هو بيبقى عليه مواد حافظة، ومش عارفة هو معمول ازاي اهو. واحطه من فوق الوش كده، حبيبات الرمان برضو اهو، مفيد جدا. والرمان موجود دلوقتي كتير جدا، ورمان فوائد صحية كتيرة جدا جدا. اتمنى يا رب الوصفة دي تكون سهلة ومبسطة، وان شاء الله باذن الله تجربيها في البيت وتعجبك.